مساء الخير، يا رب تكونوا جميعا بكل خير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنتكلم عن اتيكيت معاملة الأطفال. يجب على الأم أو الأب إن هم يحرصوا على غرس الصفات الحميدة في الطفل. لازم يعدلوا بين الأطفال وبعضهم البعض، ما يكونش بيميز طفل عن أخواته، وبالتالي عشان ما يحصلش مشاكل بينهم أو تبقى في غيرة بينهم أو في صراع بينهم. كل ده بيتوقف على تربية الأب والأم. طيب لو الأب والأم مضطر إن هو يميز طفل عن إخواته لأسباب مرضية أو ظروف مرضية، عليه إن هو يخبر إخواته بده عشان هم كمان يساعدوه وبالتالي ما يغروش. لازم على الأم أو الأب إن هم يستمعوا لشكوى أبنائهم من بعضهم البعض، ويعرفوا إيه سبب المشكلة ويحاولوا يحلوها، لأنه في حاجات لو ما بتتحل شوية صغيرة بتبدأ تكبر. عليهم إن هم يشاركوهم في أوقات فراغهم ويلعبوا معاهم ويقضوا أوقات لطيفة مع بعض ومرحة، لأن الذكريات أو الأمور اللطيفة دي هي اللي بتفضل محفورة في نفس الطفل. لكن لو كان بابا أو مامته مشغولين عنه طول الوقت، بالتالي نفسيته هتكون سيئة، هتنطبع عنده ذكريات سيئة. لازم لو الطفل صغير ننبهه لخطورة بعض الأدوات، إن ده ممكن يعوره، ده ممكن يجرحه وهكذا. لو حصل مشكلة بين الطفلين وبعضهم بعض، عليك إن انتي تعرفي ايه السبب في الخناقة دي عشان تقدري تتصرفي أو تتصرف التصرف الحكيم. علينا إن احنا نركز واحنا بنعامل الطفل إنه طفل مش شخص كبير، وبالتالي لازم إن أنا أعمل نظام مرن ليه في الأكل واللعب والنوم. مش هقدر أقيده طول الوقت بالمواعيد اللي أنا نفسي فيها، لازم يكون في بعض المرونة نوعا ما. علينا إن احنا نتذكر إن الأطفال زي الكبار بالظبط، محتاجين لكلمات التشجيع، محتاجين لكلمات تشجعهم يكونوا أحسن، يكونوا أفضل، تديهم ثقة في نفسهم. خلينا دايما فاكرين إنه طفل، فما ينفعش نحمله فوق طاقته أو نحمله مسؤوليات أكبر من حجمه. هو في النهاية طفل صغير، فمقدرش إن أنا أحمله مسؤولية حاجات كبيرة. خلي طفلك يعبر عن استياءه، لو في حاجة متضايق منها عرفي هو متضايق منها ليه، خليه يبقى عنده وجهة نظر، خليه يبقى عنده شخصية، اعرفي طبيعة شخصيته، طبيعة تفكيره. على الأب والأم إن هم يبتعدوا تماما عن العقاب الجسدي، لأن ده بيولد الجمود، غير إن هم يلجأوا لطرق تانية من العقاب. لازم الأم تحاول إنها تصحح تصرفات ابنها السيئة، لو وجد فيه بعض الصفات السيئة تحاول تصلحها على قد ما تقدر. التربية دايما اللي بتعتمد على الحنية والطيبة وإنها تسمع بتكون أفضل بكتير من التربية اللي دايما بيكون فيها زعيق وشدة وقوة. لو كان الأم أو الأب بيمروا بظروف صعبة مخلية نفسيتهم صعبة، مخليهم متعصبين، عليهم إن هم يشرحوا للطفل إن هم بيمروا ببعض المشاكل، وبالتالي إن هم يخش إن هم كارهينه أو متضايقين منه، وإن هو يقدر يتفهم عصبيتهم الزيادة. لازم تخصص وقت مع أسرتك ومع حيلتك لزيارات عائلية، الذهاب لحديقة. علينا دايما نكون فاكرين ان الطفل يقلد، مينفعش ان انا اقول له على حاجة يعملها ومكونش انا بعملها، لان بالنسبة له بابا ومامته او اسرته دي هي القدوة، اللي هيشوفه هو اللي هينفذه. نتجنب بقى ان احنا نقعد نقول للطفل صفات، نصفه بصفات انت هتطلع دكتور، انت هتطلع مهندس، احنا انت نبدأ
نرسم، او انت هتطلع، دي طبعا امنيات الاهل انه يطلع دكتور او مهندس، او ممكن يكونوا بيصفوه ببعض الصفات، انت هتطلع شخصية عصبية، او انت هتطلع شخصية باردة، انت هتطلع شخصية عنيفة. ما تصفش ابنك بالصفات دي، وما تطلبهوش انه يكون حاجة مستقبلا، سيبه هو ياخد يبقى عايز يكون ايه، متأثرش على قراراته. لازم تبعد طفلك عن اي مشكلات، وده عشان تحافظ على صحته النفسية. لازم نعود الطفل على التقبل، يعني يتقبل الوضع اللي هو فيه. لو في ظروف مثلا في البيت، الظروف المادية مش أحسن حاجة، مش هتقدروا تجيبوا كل حاجة، يعودوه على ده. فشل في اختبار معين، لازم نعوده إنه ممكن يفشل في حياته عادي، بس عليه إن هو يواصل ويحول الفشل ده لنجاح. طيب لو أنا لاحظت إن طفلي وحيد ملهوش أصدقاء، عليا إن أنا أحاول إن أنا أقربه من زملائه وأصدقائه، بإن أنا مثلا في عيد ميلاده أجمع مجموعة من أصدقائه في البيت وأخليه يعزم أصحابه، وبالتالي هنا أنا هرتب له الكتير من الأمور الكويسة، وده هيحسن في نفسية الطفل وهيخلي زملائه يتقربوا منه بشكل أكبر. أشوفكم على كل خير، أشكركم.